عالق بذهن الوطن طول الزمان، صورة مرسومة بحبر فيض العيون، عالق بذهن الوطن طول الزمان، صورة مرسومة بحبر فيض العيون. كل ما هل على البشر شهر رمضان، نجمة صاروا وبسمانا يلمعون. الله أراد أن يبقى مئات المصابين من جرحى تفجير مسجد الصادق ينقلون اللي صار بالمسجد، منهم الحاج أحمد البغلي اللي شاف بعينه الحالة اللي ظهرت يومها بين حضور المسجد، وأيضا الحاج عبد الله البغلي اللي نقل أيضا مشاهداته خلال مرحلة الشفاء، وأيضا من الجرحى الحاج محمد إبراهيم والحاج محمد المويل رفاق الرحلة يومها للمسجد، واللي شاء الله ان يصيرون ايضا رفاق في الجروح. شهداء جامع الامام الصادق يكملهم المصابين في المسجد، اكثر من 220 مصاب، شاء المولى ان يبقوا احياء وفي جسم كل واحد منهم شظايا او جروح، يظلون شهود احياء على الارهاب وعلى الاجرام علشان يرون بلسانهم او حتى لسان جروحهم شنو صار في ذلك اليوم وشنو اللي صار بذاك الوقت، ويقولون للكل ان التفجير والمفجرين والمخططين كلهم خسروا، واللي فاز هو الشهيد والجريح واهل الشهيد واهل الجرحى، فازوا اهل الصلاه والصيام وفازت الكويت كلها لانهم تحدوا هذا الارهاب. بمصطفى احمد البغلي احد الجرحى في ذلك اليوم، وهو ينقل لنا حاله غريبه سادت بين المصلين تحديدا في يوم الجمعه، وملاحظه ثانيه شافها، قال لنا ابو مصطفى عن مكانه وقت الصلاه وشلون راح للمستشفى، وايضا تكلم عن رحله علاجه وعن الناس من كل الطوائف والجنسيات اللي زاروه في ذلك اليوم وتحديدا في رحله علاجه. ذاك اليوم الأليم كنت أساس عندي أحد أولادي أساس بيروح وياي لصلاة الجمعة، فبالليل قال لي أبي روح معك، قلت له إن شاء الله. فبعد ما طبعا الصبح اتجهزت غسل الجمعة والعلاقة وجهزت، فهذا الولد ماخذ النوم مو راضي يقعد، فقلت حق أمه خليه لا يعطلنا على الصلاة وأنا متوجه. فطلعت ما خذيته معك؟ لا ما اخذته معي، فرحت طبعا وصلنا الجامع، بس كان الوضع بالخل كحمايه يعني ما كانت حمايه على حسب المطلوب من الاول الايام اللي ماضيه كانت ضعيفه، ف يعني ما كان في دوريات عند الباب، في بس اثنين اوكي، لكن ما في من شباب مثلا يفتشون او ما كان كل جمعة كان مفروض حراسة وشرطة وقواد. هذاك اليوم مع الناس في بعض الناس صار عندهم ردة فعل إن الله يستر شو اللي راح شو يحصل اليوم، يعني كان في إحساس، في إحساس عدة أشخاص كان عندهم إحساس يقول اللي يقول الله يستر شو منها من الوضع اللي إحنا نشوفه. على كل حال صلينا خلصنا والخطبة الجمعة نهاية الصلاة، يعني لغاية بداية صلاة العصر الأمور طبيعية طبيعية، ماكو شيء، ما في أي شيء إلا حد السجدة الأخيرة مال صلاة العصر.
أثناء السجود صار الانفجار وشفت إضاءة قوية صارت على المحراب. فبعدين أنت وين كان مكانك؟ أنا كان في أول سطر من الحضور، يعني في السطور الأولى، يعني في الصف الأول، الأول بالضبط بالضبط، بس على يمين الإمام، حوالي بيني بينه حوالي مترين أو ثلاثة، يعني بالضبط كان خلفك على أمتار الشهداء. إيه شهداء. إيه تمام. يعني غالبية الشهداء اللي استشهدوا تقريبا في الصفوف خلفية القريبة الأخيرية. نعم. بعدين شو اللي حسيت فيه؟ شو بعدين شعرت رجلي اليمنى ألم، يعني الحيث أن حاولت أثناء الصوت هذا وأنا بحاول على السجود، يعني ما بيني وبين موضع السجود إلا يمكن 2-3 ملي، ما قدرت أكمل السجود، فقعدت شعرت في الرجل اليمنى ألم، فمقضت رجلي، مدتها طبعا، مدتها تمام. فأشوف اللي قدامي أشخاص، أنا شخص شفته من على يميني من سدح ويؤن، رجلي ما أعرف إيش، أشوف الغبار اللي يعني قمرة شدة الانفجار مال الديكور وهذا، فكان وضع يعني قامت الرؤية غير واضحة، غير واضحة. بعدين في الناس دو أحد الموجودين المؤمنين، ها فيك شيء؟ قلت له لا ما في شيء، ما أنا حاس، لأن بعد مو حاس بالألم أو أنه تم إصابتك ما تدري ما. فالشخص هذا اللي من يقول دم أدور دم، ماكو أثر الدم، صار على الجنب الأيمن بالورج. تمام. الإصابة صارت بالورج الأيمن. بعدين أحد الأشخاص أخذني ورفعني من الأرض وأخذني حاول يطلع، أبي نطلع، ما إحنا قاعدين نمشي من الزجاج والشظايا اللي على الأرض. بعدين الشخص هذا جزاه الله خير أخذني مع شخص ثاني، حطنا بسيارته وأخذنا إلى مستشفى الأمير. شالوك؟ إيه شالوك. اثنين من الشباب المؤمنين ودوك حق مستشفى الأمير مع شخص ثاني هم مصاب. تمام. شو اللي صار أثناء وجودك للمستشفى؟ أثناء المستشفى في زحمة مصابين. شو اللي شفته؟ يعني في ناس مصابين يدخلون وموقفين، يعني صار ازدحام كثير من المصابين والأهالي المصابين وأهالي اللي متوفين. فبعدين أخذوني إلى الدكتور داخل الغرفة، فعمل لي مع تضميدات، بس ظهر شخص الدكتور ما ضبط العملية. تمام. فبعدين جو عيالي وأغربائي خذوني للبيت. طبعا عيالك ما كانوا يدرون أنت وين؟ إي بعدين استخبروا وجوني للمستشفى الأمير. تليفونك مو وياك؟ ذاك الساعة ما نعرف التليفون ولا أي شيء. الحاصل بعدين رحت ودوني البيت، وأنا جالس بنتي الكبيرة قالت وعي هاي نزيف، قاعد ينزف عندك، تعالي آخر وديك. فصار اتصالات من ناحية البنات كانوا دكاترة، دخلوا الدكاترة أخذوني رأسا ورجعوني إلى الأميري. تمام. ودوك على طول الأميري؟ إيه رجعوني مرة ثانية. هناك كم خذوا فحوصات وما أعرف إيه أشعة، فضبطوا هذا المكان الجرح وحطوا لي غيارات. بعدين رجعوني البيت. بعدين بعد 3 أيام أو 4 أيام بعد الجمعة أخذوني رجعوني الأميري أساس تشوف دكتور جراح حتى يشوف الوضع مالي. شنو قال لك؟ الدكتور قال لازم ناخذ لك أشعة مقطعية ونشوف شو اللي عندك. بعد ما أخذوا الأشياء المقطعية وشاف الجرح هذا قال خلاص ما تطلع، لازم ندخلك الجناح. فدخلوا الجناح
مع العلاجات وهذا. فالنزيف استمر بس طبعا صار اخف شويه. نعم. بعدين شاف العمليه قاعد يحطون ضاجرات حيويه، احد الجروح كبير ما قابل يلتئم، فعملوا الفحوصات الثانيه قال خلاص لازم تعمل لك عمليه لتنظيف الجرح هذا. تمام. هي كانت هذه الاصابه الوحيده اللي عندك؟ لا، عندي ثلاث اصابات بس هذه الاصابه الاكبر. كلهم في نفس المكان كانوا؟ اي كلهم نفس المكان. نعم. بس هذا الاصابه الكبيره صار شوي فوق. تمام. والثنتين تحتهم صوب الفخذ، تحتهم يعني قريب منهم. اوكي. فقرروا انه يعملوا لي عمليه على اساس اليوم الثاني، فطار صار عندهم حاله الاصابه يعني محرجه اكثر من الاصابه مالتي، فاجلوني الى بعدين بالليل تقريبا الساعه 10. تمام. دخلوا غرفه العمليات، استغرقت العمليه ساعه ونص ساعتين، تنظيف الجرح وعمل قيار. تم استخراج الشظايا؟ لا ما استغرق، لحد الان الشظايا موجوده. للحين؟ لحد. يعني اثناء عملك مشيك ابو مصطفى وانت رايح تصلي شوي يكون في جهد تحس بالم ولا الوضع طبيعي؟ لا ما ذاك ما كان بدايته، طبعا بعد فتره شوي خف، بس الحين صلي الحين مده يعني تقريبا اسبوع 10 ايام او اكثر بدأت احس الم مره ثانيه بالهذا. ما قرروا ان انت تحتاج علاج بالخارج؟ عملوا اللجنه في مستشفى الاميري، حولوا على العلاج بالخارج في مستشفى الصباح. بعد فتره احد الاشخاص قال لي انت موضوعك الرفض، ما راح يجزونك لانه موجود العلاج في الكويت حسب رؤيتهم. ما بس اعطوني بس انه ما مو قابلين يبعثوني. انا ما اهتنيت بالكلام هذا وقعد. تمام. طيب الحين يعني ذاك الوقت الكل شاف المجتمع الكويتي متحد وفي وحده وطنيه والكل كان يزور، واعتقد زيارات كانت لكم بالمستشفى بشكل كبير وعشوائي من قبل الجموع، يعني الجموع سواء من المواطنين او المقيمين. نعم. حتى من بعض السفارات، بعض الشركات الكبيره، اجانب، فكانوا يجوا يزورونا بالمستشفيات وتحمدون السلامه لنا ويدعون حق الشهداء. والحمد لله يعني الكل يعني صار عمليه ربط مع جميع المواطنين ضد العمليه الارهابيه التكفيريه هذه. يعني ايضا فقدنا ناس اعزاء في ذاك اليوم، واعتقد معظمهم من اصدقائك. في من اصدقائي. نعم. ومن بعض الاقارب اللي نسبة اصدقاء، في اصدقاء يعني صداقه قويه، علاقة عالية. اللي هم منهم؟ في محمد الحاضر، في عبد الله الصايق الناصر، في من ابو عباس، من الفيلي، اذكر جماعة، وحسين الشيخ. الحين تروح المسجد ما تشوفهم؟ اي يعني اي صار مكانهم كبير. يبقى هو الشوق موجود لهم. الشوق والدعاء. والدعاء مع انه بعد اللي هو بعد والدكم. نعم. هاني الله يرحمه. ابو هاني. هذا ابو هاني. نعم. يعني وايد اشخاص طيبين الحمد لله. يعني الناس، في ناس منهم كان فتره طويله ما كانوا يجون لظروف، ذاك اليوم سبحان الله مدعوين للشهاده اجوا في هذا اليوم الجمعه من شهر رمضان. موقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد؟ موقفه عظيم الله يحفظه. حضر بدون حراسة، بدون أي شيء، والدموع عينه إن أولادي. تقول له يا صاحب السمو خافنا؟ قال لا ما أطلع، لازم أشوف. يعني موقف أب رحيم لأبنائه اللي استشهدوا
وأبناء الجرحى. عبد الله البغلي مصاب في حادث مسجد الإمام الصادق عليه السلام، شاهد حي على اللي صار، نقل لنا ذكراه عن اللي صار، رغم أن الذكرى أليمة لكنها مليانة بالدروس عن استعدادات الطوارئ اللي شافها في ذلك اليوم، وعن فترة علاجه وعن ملاحظاته عليها. كالعادة سعدت أن نروح مسجد الإمام الصادق سلام الله عليه. طبعا من عمر هذا مكانك بالضبط من زمان يعني اوكي من ايام قبل حتى قبل انبني. نعم. فكنا رايحين عاده انا مكاني دائما بالنص وشويه على اليمين. نعم. اوكي عادي الامور مشت يعني بالصلاه الظهر وصلاه العصر وبعدين اخر سجده في صلاه العصر الظهر يعني الكل سمع صوت ان واحد يقول الله اكبر. احنا عاده واحد يقول ان الله مع الصابرين عشان يلحق على الصلاه بس صار الله اكبر. اوكي بعدين ما وعيت الا حتى من السجود لون احمر وصوت قوي غير طبيعي زين وبعدين صار صار مثل غبار او مثل لون ابيض وشغلات هذه. أنا للأمانة حسبت أن الانفجار فوق بالدور الأول يعني لأن السقف انهار وأنا لما أول ما بطلت عينك؟ أي نعم عقب ما يعني وعيت؟ أي وعيت بالضبط أي نعم حسيت بعوار براسي وجنب اليمين أوكي وبعدين على أساس أنه جو اللي يسعفون وشغلات هذه حتى الأمانة ما قصروا يعني الأسعاف أو المطافي فقلت لهم أنا ترى في أولوي أنا طبيب وأقدر أدبر نفسي وأتحيلي وضعي زين يعني عوار بالجنب اليمين عندكم في أولويات لأن كان جنبي في ناس تصارع الحياة صار وبعضهم رايحين كان مثل جثث طايحين على الأرض كلهم دم يعني عفوا الكلمة مثل الذبيحة كله دم وبعضهم يعني وضعهم بلا وقلت لهم أنا مبري أوكي بعدين من ضمن اللي مر صوبي أخوي الكبير كان متعور براسه وولد أخوي فولد أخوي قال لي عمي ترى سلامات قلت له ماكو عوار بسيط بالجنب اليمين قال لا ترى فيه هني جنبك هذا اللي صار فيه دم فعلا حطيت هذا ولا فعلا دم حطيت يدينك اي نعم طالعت ولا دم اي كل الجهة كل الجهة الجنب كله دم هذا اوكي ما قصروا الصراحة هذا بس الأمانة أقول صعد ما كانوا مستعدين لا الأسعاف ولا المطافي ولا شيء ما كان عندهم الحمال أو النقالات هذه الأمانة ما كانت كافية ما كانت كافية ولا جاهز حتى بعضهم طوعونا قالوا والله دكتور ممكن نشيلك نساعدك إن نعرفهم فقالوا ممكن نحط يعني نحطك مثل قطعة قماش ولا سندك على قلت له مشكور الله تكمل بعافية أنا أنتظر ما يأثر بعدين بعد فترة جو الأسعاف وبعدين نقلوني بالهذا الترولي او هذا الى الاسعاف تمام رحت المستشفى المستشفى اي بعرف اصابتك دكتور يعني الاصابه بالضبط انت الحين ما بين الكتف ما بين الراس ما بين القدم او الساق الساقي او الفخذ يعني ما تدري شنو اصابتك الحين بالضبط رحت هناك عشان يقول لك شو الاصابه بالضبط شو الاصابه بالضبط ودوني اول شيء مستشفى الصباح قسم الجراحه سوى أشعة قالوا عندك أنت جسم غريب واحد زين وصعب نشيله حاول يشيلونه ما قدروا قالوا إحنا نحولك إلى مستشفى الرازي
فراح تبات عند المستشفى وبعدين حولت بعد شيء الصبح. قلت ما انا اسف ما اقدر، وقعت الصراحه المسؤول ورجعت البيت. رجعت البيت انهرت يعني ما قدرت اصعد الدرج، صار مثل هبوط عندي. جاني الاسعاف مره ثانيه ودوني مبارك، حطوا المغذي والشغلات هذه وشافوا الجرح والشغلات هذه. ثاني يوم رحت مستشفى الرازي بالحواس، شال الجسم الغريب السطحي اللي كان نافذ من جهة الورك إلى جهة وبين تحت الجلد. قدروا يشيلونه؟ إيه بج موضوعي ظاهر، حتى يمكن يعني شيله جدا بسيط، ما بالحوادث يعني حتى ما يحتاج إلى عملية كبرى ولا كان شيء. عبارة عن شنو؟ مثل الرصاص، شلون الصجم مات هذا نفس الطريقة بالضبط. أوكي. الجسم الثاني الغريب داخل زين، وسوى أشعة عادية. بعدين لما خلال المراجعة اكتشفوا إنه في كسر، سووا سي تي سكان أشعة مقطعية وبين في كسر. والجسم الغريب. وبعدين على أساس أنا سافرت عن طريق العلاج بالخارج إلى لندن، هناك اكتشفوا كذاك شغلات ثانية. إلا غير الجسم الغريب اللي ظل في ثلاثة. أي نعم. الكسر اللي كان في عنق عظمة الفخذ ممتد إلى رأس الفخذ. أوكي. وفوق هذا التهاب، التهاب قوي زين. فهم أخذوا وقالوا عسى إحنا ما نسوي العملية إلا إذا نقطع التهاب، لان اذا طول متى موجود العمليه راح تفشل، ما يعني نحط لك براغي، نحط لك شغلات ما راح تنفع. فسو طلع سو عينه وطلع ان البكتيريا من نوع اللي تقاوم جميع انواع المضادات الحيويه الموجوده. ماشي. هذه كانت البكتيريا موجوده في الشظايا نفسها؟ لا، في المكان، في هي ادت الى التهاب العظم. نعم. المكسور. نعم. ولهذا السبب ما يقدر يسوي عملية، لازم يشيل الالتهاب أو يقضي عليه. الالتهاب هذا مقاوم لك جميع المضادات الحيوية، يحتاج إلى علاج مكتشف من 50-60 سنة، لا يستعمل إلا بالحالات المستعصية. لازم نحط في مغذي لمدة 6 أسابيع 3 مرات باليوم زين. ما ينحط أنا لما دخلت المستشفى ما يحطونه هني، يحطونه هني يوصلون لي القلب. أوكي. مثل ما العناية المركزة حطوا لك الدرب؟ اي نعم. الدريب لازم يكون في جهاز مثل بمب عشان يحدد الجرعه. فاخذت العلاج، طلعت المستشفى. انا للامانه سويت هناك عمليتين، عمليه على قولتهم بحيث ياخذون عينه عن طريق اشعه مقطعيه بحيث لا يحوش الاعصاب ولا الاوعيه الدمويه. والعمليه الثانيه لا، صار شو اللي حصل عفوا؟ نفس العظم اللي فيه مثل النخر او السوس او الالتهاب نظفه، فيه سووا على قولتهم مثل دريل، فتحوا 4 أو 5 فتحات، نظفوا شالوا هذا ودزوها المختبر ومشت على المضاد الحيوي. والحمد لله على اساس الالتهاب، بعدين كملت الالتهاب على اساس المغذي صعبه، لان ابات المستشفى 6 اسابيع. فانا للامانه رجعت البيت وكملت كمل عادي. بينما اصابه الراس والكتف ما في شيء؟ لا ماكو بالمره، لان شيء هذا وقتها، لان كنت انا افتكر ان بالسقف يعني مو انه كان بتصوفه بالخلفيه او شيء. تمام. الحين تشافيت 100% يا دكتور؟ والله امانه انا كاني قطعت علاجي. المفروض انا لي موعد نص 4، قدمت الموعد وبعدين سويت الاشعه المقطعيه، والصدفه ان سويت اخر 3. عقب ما سويت الاشعه المقطعيه المفروض يكون الدكتور كان عنده حالة إميرجنسي طارئة برا لندن، قال لي أخليك الموعد. قلت له أنا الصراحة ما أقدر هذا، رجعت الكويت. قابلت أحد الزملاء كان رئيس قسم العظام، قابلته بلندن، قال لي تعال الكويت أنا راجعني، إذا قدرنا نسوي لك شيء كان أبيها، ما قدرنا نسوي لك أي شيء ترجع. إحنا عندنا عندنا دكاترة زائرين، لأن أنا مليت ما يعني ما راح أرجع، واحتاج للأمانة علاج طبيعي. أنا بديت يعني صار للحين هذا أمس واليوم وباكر، لان انا ماخذ اجازه. علاج طبيعي. علاج طبيعي نعم. تمام. وبعدين يصير خير، متابع عند الدكاتره طيب الحين دكتور الالم خفيف ممكن؟ بالضبط، مع المسكنات والحاجات هذه وعلاج باستمرار يعني. لازم تاخذ المسكنات. انا الامانه اسعى الوقت اللزوم، ولكن امور الامانه الحمد لله رب العالمين، امور احسن بفضل الله وحمده ونعمته يعني الصراحه سبحان الله ومن ما يعني انا اموري ممتازه. الحمد لله. الحمد لله. على رغم وجود الشظايا وشغلات هذه اللي ما زالت 3 شظايا، وغير ان عندي انا الحين جرح نافذ، المفروض هذا قالوا لي قبل اروح لك اسافر قالوا لي يحتاج الى تنظيف، فقلت لهم الصراحه ما يظل كما هو حتى يلتئم بروحه. يلتئم بروحه. اي نعم. والله يعطيك العافيه دكتور. ولكن ذاك اليوم يعني ايضا وصف بيوم الوحده الوطنيه، شلون شفت ذاك اليوم؟
وكيف رأيت الوحدة الوطنية يعني كذلك المجتمع الكويتي اتحدت كل الأطياف كل يعني الشرائح المجتمع صارت كأسرة واحدة ذهابهم لأسر الشهداء للتعزية زيارتهم للمصابين كلمنا عن هالجانب فعلا مثل ما تفضلت الصراحة صار يعني شيء يعني مثال رائع للوحدة الوطنية كل طوائف الشعب الكويتي شيعة سنة حضر بدو كل حتى المقيمين كل الشرائح والأمانة الأمانة يعني على رأس الهرم والقمة صحب صحب الله حفظينا الصراحة يعني موقفة ليست مجاملة هو مو محتاج إلى مدح مني أو نفاق أو شيء ضرب أروع مثال قائد الإنسانية أو أمير الإنسانية تيلي هذا أقل ما يقال حق صاحب السمو تخيل بقدره ومقامه أمير البلاد تخيل المكان الظرف كان انفجار جبر وقت قياسي وقت قياسي يعني شفته وقتها دكتور ولا ما انا تبت. كنت داخل لان انا مقاتل اي نعم بس انا سمعت انه قالوا له يا صاحب السمو يا طويل العمر الظرف ما يسمح يعني انفجار وما في امان كنت تسمع الحوار يعني الناس نقلوا لي يعني نقلوا اي قالوا له اوكي لا تنسى احنا بصيف صيف صيف عز الصيف ورمضان الساعه 1 اي وشهر رمضان والساعه 1 و2 عز هذا تخيل يعني المفروض يعني الظرف المكان لا يسمح الظرف الوقت ما يسمح اوكي البروتوكولات الشغلات هذه يعني لازم تجهيز لازم هذا صاحب السمو هذا حطه كله على جنب وراح عياله وراح بالضبط وفعلا الحب مو ان انا اقول كلمه لقلقت لسان لما راح حس ان بيها الكلمه الخالده المفروض تكتب بماء من الذهب حادث بوجاسم محمد إبراهيم كان مختلف لآخر لحظة لأنه كان متردد في الذهاب راح مع رفيجه وكان من المفترض أنه يصلي في مسجد قريب من بيتهم لكن شاء الله أنه يروح إلى جامع الصادق ويأخذ الوسام بسبب العمل الإرهابي اللي نفذوه على دولة الكويت بوجاسم كان يتكلم عن هذه الرحلة وعن هذه الدقائق وكان يتكلم أيضا عن اللي صار برحلة علاجه في الخارج هل بقت هذه الجروح في جسمه؟ وهل لا زال يحرص على الصلاة في المساجد؟ ذاك يوم نمت أنا قعدت يعني على الظهار كذي فأنا اتصال من رفيجي اللي هو؟ محمد لمولي تمام فقال أنا شرايك نروح المسجد نصلي لا أوكي ما في مشكلة تمرني قال هي راح أمر شوف طالع الوقت ولا تأخر صلاة صلوا الناس شوي شيء ولا دقاي يقول ترى ما في وقت يعني قلت له إن شاء الله يمدي يعني رمضان وهذا ما تدري قال يعني يمدي قلت له إن شاء الله يمدي كلها إن شاء الله ثلث ساعة عشر دقائق واصلين إن شاء الله أوكي حتى هذا الساعة كم بينك وبينه يعني الظهر يعني يمكن 11 شيء تقريبا أوكي 11 بعد ما قامت صلاة يعني إيه بعدها بس ما باجل لها شيء على الإقامة إيه بعدين وتأخر شوية أوكي ما أدري شنو صار معه بعدها كان قال ها أي ترى ماكو وقت لا إن شاء الله نهار صحيح كان يهين يعني يهلك يعني تمام أي سبحان الله ورحنا عاد إحنا طريق ومسرع وكل شيء ورحنا المسجد يعني العادة أنا أصلي المسجد القريب يمنا يم بيتنا يعني أخذ اليهال وهذا وأروح أي مسجد مسجد معرفي تمام فأروح يم هالمرة رحت مع رفيجك الميل بروحك أي عشان رمضان وهذا يعني فرحنا هناك الديرة خذاني ورحنا المسجد طبعا انت من زمان ما رايح مسجد الصادق يعني يمكن قبل رمضان كنت رايح يعني رايح. بس مو العادة على طول كليمة مو ما اروح انا على طول اروح كل اللي يهمنا ما اعرف لكن ذاك اليوم اي رحت عاد وقتها يعني تمام ويا رفيجي فرحنا هناك دخلنا شفنا دورية واقفة برا فاقول يعني دورية واحدة وهذا يعني يعني ما تدري دخلنا شفنا ولا مصلينا الفرض اول الظهر ومن الزحمه كنا قاعدين قبال الباب يعني مدخل المصلى الباب اللي فجر نفس الارهاب هذا يمنا كان كلش مكانه احنا وقفنا اول ما وصلنا مو غير مكاننا كان كلش يعني اوكي
بعدها شوي شوي قال ايش رايك تقدم؟ قلنا يلا نقدم. قدمنا رحنا قبال الكراسي يصلون على الكراسي. يعني الصف الثالث من الاخير قبال الكراسي. بعدين واحنا نصلي العصر الجماعه. بعدين يعني بالركعه الاخيره ما اسمع الا واحد داش يقول ان الله مع الصابرين. بعدها ما نقصك قلبك؟ لا عادي يعني انا تدري الواحد اللي قاعد يصلي خشوع يعني مو بباله اي شيء يعني ولا بباله انه يعني بيصير شيء يعني. بعدها هم في واحد هم قال ان الله مع الصابرين سمعنا. اذا الله اكبر واحنا بالسجود. وقتها انا شفت شيء مثل شيء احمر بالارض يعني. شنو الصوت؟ كان في صوت ولا؟ ما حسيت بالصوت. صوت راح؟ اي بسبة الضغط. اي الضغط ظاهر بس شفت شيء احمر مثل نار قاعد تمشي يمين ويسار. وانا ساجد اشوف شيء مثل النار شيء احمر ما ادري شنو هذا. رفعت راسي ولا شفت الصريخ والصيحه وهذا اطلاقا ما حسيت انفجار بس حسيت بهزه. يمكن في صوت خفيف يمكن والانفجار طبعا يعني التناثر الديكور ما الديكور صوت الديكور نسمع اي بس صوت الانفجار ما سمعته. سبحان الله من الضغط الظهر اثر على من الضغط يعني إيه. بعدين قعدت ايه شفت مثل نار قلت لك شيء إيه؟ قاعد تصعد قاعد تمشي 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 تمشي, تمشي وتروح. رفعت راسي قاعد شو قاعد يصير هذا طالع ولا ما اشوف الرؤيه كانت اضاءه وهذا شوف مثل الغبار صار ما اشوف شوف الناس تصرخ وتصيح وهذا. بعدين استوعبت انه في انفجار صاير يعني حتى مو انفجار قلت يمكن واحد قط قنبله او شيء يعني ما ادري من انه واحد فجر نفسه. بعدين قال ترى في واحد فجر نفسه تمام يعني طالع دور في جي ما لقيته طالع اليمني شوف اللي طايح اللي صرخ اللي هذا. لم تدرك في هذا الوقت ان انت مصاب؟ مو مدرك انا ما تدري ان في اصابه يعني إيه انا جسمي كله دم بس ما ادري. بعدين حاولت اني اقوم بسرعه ما اشوف نفسي ريلي ما تشيلني قلت انا يمكن ميت انا ولا شيء. طالع احاول اني استوعب طالع لا انا عايش بقوم مو قادر اقوم مو قادر تقوم اي. بعدين استوعبت يعني ان الظهر ريلي فيها شيء. بعدين قعدت شويه ازحف شويه وخرت عن المكان اللي انا فيه لانه في ديكور طايح وصخر وهذا. بعدين يوني في شباب الظاهر يفترون بالمسجد يشوفون كل واحد فعدلوني شويه وحطوا لي مثل شيء تحت راسي ان ريلي مثل يعني شد عضلي قوي اللي ما اقدر احرك ريلي اذا احركه الم فظيع اي. فخلوني شيء منسدح ومختنق الصيام وريجك ناشف وغبار والوضع يعني ما شلون صاير مثل بختنق انا من هذا. قام يبون يابا لي ماي شوي رطبوا حلجي هذا لان شوي شوي يقول ما ابي اسعاف ابي شيء. قال لحظه شوي هذا لان الحالات وايد صايره. قال انت شوي حالتك شوي احسن في اهدى في اصعب منك يمكن ثلث ساعه يمكن ربع ساعه وانت تنزف وانا انزف هذا انا عبالي متدمر اثاري لا انا داش فيني شظايا داش فيني بلاوي عظم من كيف بس انا ما ادري عن شو. طيب بعدين؟ بعدين يوني الدفاع المدني يمكن او مطافي شالوني وطلعوني برا. الاهل ما اتصلوا والجماعه ما اتصلوا؟ لحد الحين ما حد ما اتصل. بعدين؟ شالوني الدفاع المدني حطوني برا عند بوابه المسجد برا شوي كذي يهون لي وهذا. بعدين كان يجون الاسعاف خذوني الاسعاف وركبوني. ما دقيت على اهلك طمنتهم؟ لا ما دقيت انا احس اني وايد تعبان وقتها يعني كلش يعني اي حركه احس بالم يعني حتى الاسعاف اللي يتحرك احس بالم. بعدين اشتغلت على التلفونات رديت اي بعدين عاد رديت اول امرتي دقت علي اول مره كان اطمنهم قلت لهم ما فيني شيء انا بس شويه تعبان شويه. بعدين دقت امي بعدين اشتغلت التلفونات وكلهم يولك المستشفى. ايه شنو كانت اصابتك بالضبط؟ يعني انت الحين ما تدري شو الاصابه؟ انا ما ادري شنو اصابتك؟ انا شظايا داشه فيني من وراي. ايه وبالفخذ وفي واحده دشت بعضلات الفخذ كسرت العظم. الله اكبر. ودشت عند العصب طاقه بالعصب داخل وصار طبعا التهاب من الشظايا اللي فيه. ومستشفى الفرانيه طلعوا كم واحده تقريبا خمسه يمكن. كم واحده فيك؟ كم إصابة؟ كم شظية؟ تقريبا تسعة. تسعة. ايه؟ اللي طلعوهم بنفس الوقت أربعة. أربعة أو خمسة. واللي ظل؟
وظلوا ثلاثة أو أربعة. شلون عالجتهم؟ رحت ألمانيا. علاج بالخارج. علاج بالخارج. يعني أيقنت إن ما في لك علاج بالكويت. يعني أنا كنت عدت مو راضي أروح. يقول يروح حنون علي. رحت ألمانيا. إيه. عالجت هناك. هناك عاد برلين شالوا شظايق كانوا هذول قالوا لي صعبين كلش ما تنشال. حتى لما شاف هناك البروفيسور قال هذه صعبة هذه يمكن ما يشيلك اياها يعني خطرة. بعدها يعني قبل العملية بيوم واحد قال له هذه شيلها عادي احنا راح نحطك تحت الأجهزة ومع الأشعة ونشتغل ونشوف كل شيء دقة ونطلع لك. أبو علي محمد المويل كان رفيج محمد إبراهيم في رحلة الجرح والدم. أبو علي المويل قال لنا اللي صار بين الصلاتين وكان يمكن يكون سبب أن اسمهم انكتب في سجل المصابين وأيضا في سجل الشهداء. أبو علي تكلم عن لفته على صاحب أبو جاسم بعد الحادث وقال لنا عن اللي صار بينه وبين أحد الشهداء قبل دقائق من شهادته. أيضا تكلم عن رحلة العلاجة وعرفنا أكثر عليها خاصة أن اكتشف جروحه بالصدفة. يوم 9 رمضان يوم الانفجار قعدت الصبح وقلت باخذ العيال مثل الجمعة اللي قبلها. تمام. لأن كانت ثاني جمعة برمضان. فقعدتهم ما قعدوا كان نايمين متأخر وشي رمضان وسهر وهذا ما قعدوا. فدزيت رسالة حق محمد إبراهيم وقلت له تروح المسجد قد علي الساعة 11:30. فدقيت عليه قلت له ترى ما يمدي 11:30 على ما أيك على ما أروح المسجد خلاص يعني صلوا. قال لي مو مشكلة عادي حتى لو لحق على الفرض الثاني. طبعا محمد إبراهيم أحد المصابين. أحد المصابين. تمام. فمرت عليه ووصلنا المسجد كانوا يبي يخلصون صلاة الظهر. زين لحقته؟ لا يعني هم على آخر ركعة. تمام. فإحنا دشينا فبحكم إنه قاعد يصلون ورمضان فزحمة وقفنا السطرة الأخيرة اللي هي إقبال الباب. تمام. فخلصوا صلينا قعدنا بين الصلاتين الخطبة كان المكان اللي قعدنا فيه مكان الباب اللي تفجر ودخل منه اللي دخل منه الإرهابي. إيه يعني ماكو ما بيننا بين الباب يمكن خطوة يمكن ما في يعني. فاللي صار إنه بين الصلاتين يفضل مكان قدام اللي يطلع اللي أي. تمام. ف يو بيصلون قالوا تفضلوا جدموا هذا جدمنا. سبحان الله ان طبعا كان يمي على يميني محمد إبراهيم وعلى يساري الشهيد محمد الخواجه. بالضبط على يساري؟ بالضبط بيني وبينه ولده. ولده عبد الله ولا ولده الصغير علي؟ ما صغير يعني اللي الصغير. تمام. يعني كان ولده يمي وهو يمي. قبل الله نكبر حق صلاة العصر طالعت على يساري طالعني طبعا بابتسامته المعهودة معروف انه هو ما شاء الله بشوش يعني. فسلمت عليه ايد بيد كبرنا صلينا. بالسجلة الأخيرة اللي صار انه يعني قبل لا تخلص السجدة صار مثل هالة يعني هالة نار من وراء يعني تشوف شيء برتقالي فوقك من غير صوص
لا في صوت. صوت قوي كان ولا لأنه كان في ضغط؟ لا ما كان في، مو صوت قوي وايد بس يعني مو انفجار مثل ما الناس متخيلة. لا زين بس في صوت، ومثل يعني وانت ساجد فتحس كأنه شيء برتقالي من فوقك، زين لأن الباب اللي دش منه وفجر نفسه احترق صار في نار يعني. فقمنا ويعني مو مستوعب شنو صار، وحوالينا بالمسجد كله يعني مثل غبار ابيض ما تشوف شيء. من الديكور؟ من الديكور ما تشوف شيء. طبعا كان محمد الابراهيم على يميني بس ما شفته. عقب ما صحيت ما لقيته؟ ما لقيته. لقيت الشهيد؟ ما لقيت، ما انا قمت ما ادري عن شيء. مختنق طبعا؟ اي ما اقدر، قمت اكح. شفت نسيبي نايف الفيلي كان يقول لي ما شفت ابوي؟ قلت له لا ما شفته. كان ينادي يبا يبا يبا، انا مسكته وقمنا نفتر على داخل المسجد. شاف هشام كان يقول له هشام ما شفت ابوي؟ قال له لا ما شفته. طبعا لهني بعدين انا قمت اكح، ما قمت اشوف ولا قمت اقدر اتنفس غبار. فطلعت من المسجد وانا قاعد اطلع الزجاج اللي كان متكسر زين في ممر المسجد، طبعا قمت ادوس عليه ماني قادر ولا قدرت تكرم اخذن علي. فدشيت التكرم دوره المياه الحمامات خذيت لي نعربل لبسته وطلعت برا. بعد شوي يابا وعمي بالنقاله من داخل المسجد. شفته؟ شفته بس طبعا ما كان يتحرك الشهيد. لا كان منسدح ونايف يقول يلا ولا اسعاف ولا اسعاف ابوي ابوي. فركبت الاسعاف مع نايف ومشى الاسعاف ودانا مستشفى مبارك. شنو كانت اصابتك؟ طبعا انا يعني بعد الانفجار طلعت ما فيني شيء، بس اللهم اني قاعد اشوف في ملابسي في دم ودشداشتي كانت من سردة مشقوية من تحت للنص تقريبا. فرحنا ركبنا الإسعاف رحنا مستشفى مبارك، حطوا عمي بالملاحظة بالسرير ويا الدكتور قام يفحص. نايف كان مشقوق راسه فحطوا بسرير ثاني. أنا ما فيني شيء للحين، ما فيني شيء. تعتقد انه ما فيك شيء؟ اي حسبالك انه ما فيك شيء؟ اي يعني انا قلت يعني قاعد اتحرك واروح ويه بس ملابسي فيها دم. اللي صار انه كلهم حولوهم من الملاحظه ودوهم الجناح فوق. اوكي. وانا رحت مع نايف واقف يمه بالسرير يا لي دكتور كان يسالني انت وياهم؟ قلت له اي انا وياهم. كان يقول لي شنو فيك؟ قلت له لا ما فيني شيء هني بس كنا يعورني. قال لي خليني اشوف. كان يقول لي اقعد بالسرير. شنو في دكتور؟ شي يقول لي خياط. اخ. اي قال لي راسك مشقوق. فقعدت حطوا لي بنج وخيطوا راسي ثلاث غرز. رجعت البيت بعد ما خيطوا هذا قالوا لي خلاص تفضل. رجعت البيت ملابسي فيها دم. اطالع ريولي ما فيها شيء. مستغرب انا. الدم من وين؟ اي من وين؟ يعني حتى كانت غرقانه ملابسي من صوب ريولي كانت غرقانه دم. ولد خالي دق علي قال لي خلنا اروح حق عمي بالمستشفى من المصابين بتي ويانا. قلت له يبي ويانا. كان يقول لي واحنا رايحين المستشفى دش على الدكتور. من المصاب اللي رايحين له ومن ولد خالك؟ كنا رايحين حق ابو عادل سيد احمد الشخص. نعم. فولد خالي قال لي قبل لا نروح حق عمي امش دش على الدكتور. وفعلا رحنا مستشفى مبارك وقلت له انا بالانفجار الصبح هذا كان الحكي بالليل. قلت له الصبح هذا قال لي خلاص اسوي لك اشعه. وين بيسوي الاشعه؟ بريلك. بريلك اللي انت ما تدري من وين قاعد تنزف. اي طبعا هي هو واقف الدم بس ملابسي كان فيها وايد دم بس ريولي ما فيها شيء. سوالي اشعه عشان يقول لي في شظيه داخل الريل. اخ. قلت له زين وبعدين؟ كان يقول لي خلاص احولك حق الرازي.
خذيت طبعا خذيت الاوراق ورحنا زرنا ابو عادل، خلصنا على طول ودوني الشباب الرازي، كان يقول لي خلاص اسوي لك الحين اشعه وكل شيء وعمليه. سوى لك العمليه؟ سوى لي عمليه بالحوادث بالطوارئ عندهم، وشال لي اياها، كان يقول لي كاهي هذه عباره عن قطعه كذي صغيره، يعني اصغر من اللي الشظايا اللي طلعوها من الشهداء ومن المصابين، صغيره بس كانت داشه بالريل. وتم يعني تم التئام الجرح الحمد لله، هذا كله بنفس اليوم، يعني خيطوا راسي وشالوا الشظيه من الريل بنفس اليوم. في الام الحين ولا كل شيء تمام؟ لا الحمد لله رب العالمين. طيب يعني شلون تقدر توصف حاله المجتمع ذاك الوقت؟ والله حاله المجتمع كان يعني هذه يعني كانت مأساة ذاك اليوم، يعني كل أهل الكويت يعني آلمهم هالشيء، لأن هذا مو يعني هالعمل هذا مو ضد فئة معينة أو ضد الكويت، على الكويت، فالكل كان متألم والكل كان يعني حتى أنا يوم رحت الدوام كانوا يجوني يدقون علي من زين ربعي يقولوا لي انت كنت وياهم بالمسجد عسى طمنا عليك صار فيك شيء. الكل كان يطمن طبعا. طيب وموقف حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذلك الوقت، لما زار بزيارته العفويه، لما استقبل اهالي الشهداء، لما امر برعايه المصابين وامر بعلاجهم بالخارج، كيف تقرا هذا يعني الاحتضان من قبل حضرة صاحب السمو؟ حضرة صاحب السمو الله يحفظه، طبعا هذه يعني شغلة مو غريبة عليه، وهذا شيء يعني طبيعي وعفوي، وبس يعني شوي يعني على عظم المصيبة اللي كنا فيها شوي خففت من يعني المصاب هذا يعني بحضوره يعني وايد يعني كان له اثر حق شو اسمه يعني اهالي الشهداء المصابين اهل الكويت كلهم. ما قلت لي رفيجك اللي جابك محمد ابراهيم صار عليه؟ لقيته في المسجد؟ بعد ما طلعت من المسجد قمت ادق عليه، دقيت عليه تلفون ما كان يرد. شنو جالك احساس؟ يعني ابي اعرف انا يعني شنو وضعه؟ ماني عارف. بعد ركبت الاسعاف ادق عليه ما يرد، وصلنا مستشفى مبارك ادق عليه ما يرد، عقب ما رديت انا البيت بالليل المغرب كذي كلش ما عرفت عنه خبر ولا شيء. قمت ادق 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 لما المغرب ردت علي زوجته، كانت تقول لي محمد موجود مستشفى الفروانية في شيء، كان تقول الحمد لله ما في شيء بس يعني مصاب. وبعدين زرنا يعني خذيت. شلون تلقيت خبر استشهاد العم يعني ابو هشام الفيلي؟ والله يعني كانت فاجعة ووايد يعني تألمنا ويعني كنا وياه بالإسعاف، والمسعف كان يقول يعني في نبض بس ما قاعد يتنفس، يعني كنا متأملين ان شاء الله يعني ما في شيء. هذه مجموعة من اللي ما شاء الله لهم ان يكونوا من شهداء الصلاة والصيام، لكن ظلوا شهود على الدم والبطولة، على هذا العمل الإرهابي على دولة الكويت، على تعاطف وتكاتف كل الكويت من الكبير للصغير. الكل شاف هذه المرحلة، والكل أيضا حرص أن يكون موجود لزيارة المصابين بالمستشفيات، وأيضا شفنا مع بعض هذه المرحلة المهمة اللي تكاتف فيها المجتمع الكويتي علشان يبين للإرهابيين أن الكويت دولة عصية على الإرهاب. دم الشهيد اللي انسفك نرسم ثقافتنا، هذه عقيدة راسخة مغروسة بالوجدان، تكفير تفجيره
أبد ما هز وحدتنا. يا لهو ما نفترق نبقى ونظل أخوان، نسقي بدمانا أرضنا وتنبت مبادئنا. محلى زغاريد الفخر يوم عتلت الأكفان، ظنوا بفعلهم لحظة تهتز عزيمتنا. خابت ظنون المعتدي الآثم الخوان،